اهلا بك مروان على تلفزيوني ميريك. مروان اليوم فما حديث على انه كتله تحيا تونس قد لا تصوت بنوابها الكل اليوم على تمرير حكومه ياسر. اولا قرار المجلس الوطني قرار هيئه سياسيه واضح، نحن سنصوت من ناحية الثقة على أساس الوثائق التعاقدية اللي فيها البرنامج واللي مضين عليها وإجماع الحركة لتصويت حكومة الياس. اليوم سمعنا الكلمة تاع الياس الفخفي قدم البرنامج نتاعه، ورأيكم كتحية تونس في هذا البرنامج وفي الكلمة اللي قدمها عموما رئيس الحكومة المكلف؟ احنا الخطاب كان تعبير على روح الوثيقة التعاقدية اللي فيها البرنامج على المدى العاجل والمدى المتوسط. نحن يهمنا هو الفعل، هو الإنجاز التوانسة، وتقييمنا في تحية تونس سيكون في مدى إنجاز هذه الأهداف اللي موضوعة في الوثيقة التعاقدية، كي نشوف مجموعة من المؤشرات في الأسعار، في حسها المواطن في الخدمات العامة، في مواصلة الإصلاحات الكبرى. هذا هو كيفاش باش نقيموا الحكومة ونتمنى نجاح هذه الحكومة، لأن في نجاحها نجاح تونس، خروجنا من وضعيتنا الاقتصادية والاجتماعية لوضع دقيق يتطلب تكاتف الجهود، ويلزم ننظر للمستقبل بعيون فيها الكثير من الأمل، ولكن سلاحنا فيها العمل والتكاتف، الوحدة الوطنية من أجل مصلحة الجميع. تحيا تونس اليوم ذراع من أذرع الحكومة هذه، لكن فما حديث من المعارضة على أنه الحكومة في حضم التشتت، ومجموعة الأحزاب ربما الكثيرة اللي تكون الحكومة مش تواصل، معناتها سيتتعثر في أول العقبات. احنا نتمنى نجاح، كما نقول نعاود نجاح الحكومة مش نجاح الأحزاب، نجاح للتوانسة. راهو اليوم المنطق الوطني في حاجة إلى أن نحقق، أن نواصل الإنجاز، أن نواصل الإصلاحات، وأن نعمل من أجل بلادنا تحقق إنجازات، لأنه باش يحسها المواطن اللي يحب اليوم أنه تونس تحقق إنجازات. اليوم يلزم على الأقل إذا كان في موقع المعارضة، معناها هو هذا حقه، فإنه يمارس دوره الرقابي كما نحن نشوفوا دوره الرقابي، ولكن على الأقل أن نتمنى النجاح لأي حكومة، لأنه في نجاحها ماهوش نجاح الأحزاب، نجاح التوانسة وبلادنا. ثم ثقة متبادلة ما بينكم وما بين شركائكم في الحكومة؟ أساس الاتفاق كان وثيقة تعاقدية، نحن متفقين على برنامج، اللي يربطنا هو البرنامج، إذا كانت تحقق بطبيعة الحال هذا هو معيار الثقة الأساسي. الباقي نختلف سياسيا وهذا حقنا، ولكن اللي يجمعنا هو المصلحة الوطنية، وتقوم على شراكة سياسية مسؤولة، يعني بدون الدخول في العبثية، أن يكون الحزام السياسي متماسك في هذا الشرط الأساسي لتوفير الاستقرار السياسي اللي نتيجه بطبيعة الحال باش تنعكس اقتصاديا واجتماعيا على تونس الكل. سنة مهمة، تحديات كبيرة، ويجب أن نكون قادرين أن نستجيب لها وأن نحلوا مشاكلنا. مشكور.